أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف إلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث حقق فريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على فريق سموحة بنتيجة 96-72 في المباراة والتي أقيمت بينهما على صالة سموحة في إطار منافسات الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري المرتبط. من جانبه أكد إيهاب الألفي المدير الفني للفريق أن الفريق تأهل للدورات المجمعة ويخوض مباريات الدورة المجمعة الأولى بالإسكندرية أيام 13 و14 و15 من ديسمبر أمام فرق سبورتينغ والشمس وهليوبلس. الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق سبورتينغ بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز، وحقق الفريق الفوز في جميع مبارياته خلال مسابقة الدوري في ظل استعداداته القوية لدخول البطولة العربية والتي تنطلق في 17 من ديسمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي. فريق مرتبط سيدات كرة السلة بالأهلي تحت 16 سنة فوزا مستحقا على فريق مرتبط سموحة بنتيجة 60-52 في المباراة والتي أقيمت بينهما على صالة سموحة في إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي الثاني لدور المرتبط. وفاز الفريق خلال رحلة الدوري بقيادة أحمد إبراهيم مدرب الفريق في الدور التمهيدي الأول على فرق مصر للتأمين والأولمبي والصيد ذهابا، وفي إطار منافسات الدور التمهيدي الثاني تغلب مرتبط الأهلي على مدينة نصر والجزيرة، ويخوض الفريق مباريات الدورة المجمعة الأولى بالإسكندرية أيام 14 و15 من ديسمبر الجاري. فريق ناشئي كرة ماء نادي الأهلي مواليد 2003 بقيادة ممدوح منير الفوز على فريق الصيد بنتيجة 6-4، وبهذه النتيجة يتأهل فريق الأهلي إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر والذي سيبدأ خلال الأيام القليلة القادمة. وحقق الفريق الفوز في جميع مبارياته على الزهور، سموحة، المعادي، الزمالك، الشمس والصيد، بينما تعادل في مباراة واحدة مع فريق السويس. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية.